السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله هناخد الوحده الاولى في النحو، تلخيص الوحده الاولى في النحو، ونشوف بنتكلم عن ايه ببساطه كده. وان شاء الله كل فروع العربي هتتلخص بالشكل ده. اول وحده عندنا اسمها النطق والاملاء، هي خاصه بقواعد الاملاء نوعا ما. المهم يعني ان هي بتتكلم عن همزة الوصل أو ألف الوصل وهمزة القطع. طبعا ألف الوصل أو همزة الوصل ما بيبقاش عليها أي همزة، هي بتبقى ألف كده من غير أي همزات. أما همزة القطع طبعا بيبقى عليها همزة آ لو مفتوحة، الهمزة بتبقى فوق، أو لو مضمومة، أو إي بتبقى الهمزة تحت لو هي مكسورة. بعد كده ابتدى يعمل لي مقارنة ما بين همزة الوصل وهمزة القطع. اول حاجه همزه الوصل بتبقى موجوده فين؟ قال لي في عدد من الاسماء، هم 9 اسماء بس، ابن وابنه وامرؤ وامراه واسم، اثنان اثنتان، ايم الله ايمن الله. وبالنسبه لاي اسم بيبتدي بالف ولام هي همزته همزه وصل، ودي طبعا بتبقى موجوده في قطعه النحو كتير جدا. وكمان امر الفعل الثلاثي، الامر بس، زي مثلا اقول كتب اكتب، فهم افهم، فهكذا، اللي هو الامر بس. وكمان ماضي الخماسي والسداسي والأمر والمصدر، يعني كل حاجة، انطلق انطلق انطلاقا، استخرج استخرج استخراجا، استقام استقم استقامة. ولكن عايزة ناخد بالنا من حاجة، بعضنا لما بيجي يطلع المصدر بيقوم عدد الحروف، يعني مثلا عندك انطلاق هو ده مصدر الفعل الخماسي اللي هو انطلق، لما تيجي تعد انطلاق هتلاقيه كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6، ماليش دعوة بالتنوين، أنا بعد كلمة انطلاق كم حرف، فلقيتها 6 حروف، فطبعا مش هتقول إن هي كده مصدر الفعل السداسي، لا خالص. المصدر بيسبق الفعل بحرف، يعني اللي هو حرف الألف. تاني يبقى انطلاق، أدي 1 2 3 4 5، هو انطلاق مكون من 6 حروف، الألف والنون والطاء واللام والألف المد والقاف. طالما هو مكون من 6 حروف إذن هو مصدر الفعل الخماسي، يعني عايزة يبقى عندك معلومة إن المصدر بيسبق الفعل بحرف، يعني الفعل 5 حروف مصدره بيكون من 6 حروف، تمام؟ طيب استخرج استخراج، لو عديت حروف استخرج هتلاقيها 6، ولو عديت حروف استخراج هتلاقيها 7، فالمصدر بيسبق الفعل بحرف، تمام كده؟ طيب الهمزة طبعا ما بنحطهاش. طب بالنسبة بقى لهمزة القطع، همزة القطع هي الأصل أصلا، 90% من كلمات اللغة العربية همزتها همزة قطع. طيب عايزين مثلا بتبقى موجودة فين؟ قال لي في أول كل الأسماء اللي في اللغة العربية ما عدا 9 أسماء اللي استثنيناهم هنا. طيب وإيه كمان؟ وأول الماضي الثلاثي والمصدر، الماضي والمصدر بس، لأن أمره في الوصل، أمر الثلاثي في الوصل، ولكن ماضي ومصدره في القطع، زي مثلا أخذ أخذا. وإيه كمان؟ قال لي كمان في أول الحروف، أول الحروف إن وإلا وأو، ما عدا طبعا أل، لأن إحنا عرفنا إن أي كلمة بتبتدي بألف ولام همزتها همزة وصل، تمام كده؟ طيب وفي أول الماضي الرباعي وأمره ومصدره، الماضي الرباعي والأمر والمصدر، إحنا عندنا الخماسي والسداسي وصل، لكن الرباعي وأمره ومصدره إيه؟ قطع، زي أحسن أحسن إحسان، أكرم أكرم إكرام، وهكذا. في كل مضارع للمتكلم، يعني مثلا لما اجي اتكلم عن نفسي انا اذهب الى المدرسه كده، انا استيقظ مبكرا، وهكذا، تمام. ايه كمان؟ كمان اسماء الشرط وادوات الاستفهام، احنا كنا واخدين اينما واين واذا، اذا دي اداه شرط، اينما اداه شرط، تمام. واين كمان، ولكن اين برضو اداه استفهام، وهكذا. طبعا قال لك ان هي بتتكتب فوق الالف بالشكل ده ا او، وتحت لو هي مكسوره بتقول اي. بعد كده جايب لي الفرق ما بين ألا وإلا. ألا مفتوحة يبقى بتتكون من أن ولان نافية، ألا مفتوحة يبقى بتتكون من أن ولان نافية. لازم أعرف إن لان نافية مش بتعمل حاجة في الفعل، ولكن أن من أدوات نصب الفعل المضارع. إذن الفعل اللي بيجي بعد ألا هو فعل بيكون منصوب، فعل بيكون منصوب. تاني يا شباب، انا عندي الا بتتكون من حاجتين، الان واللان نافيه، لان نافيه مش بتعمل حاجه، يبقى ان بتنصب الفعل المضارع، يبقى الفعل المضارع ده هو بيكون منصوب، يبقى يتجاوز فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتح. طيب نيجي الا مكسوره اهي، يبقى بتتكون من ان الشرطيه ولان نافيه،
طيب يعني الفعل اللي بيجي بعدها بعد الا بيكون ايه؟ بيكون مجزوم، لان احنا عارفين ان ان الشرطيه بتجزم. تمام، يبقى يجب ان يفعل هذا والا يفقد مكانته. لو عربت يفقد هتبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون. طيب احنا عارفين كويس قوي ان اسلوب الشرط بيكون من الاداه والفعل والجواب، يعني اداه الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. طب انت بتقولي دلوقتي ان اداه الشرط اعتبريها الا، اللي هي ان زائد لا. تمام، طيب جواب الشرط المفروض ان يفقد والا يفقد مكانته. يفقد دي فعل شرط ولا جواب شرط؟ لا، يفقد دي جواب الشرط. تمام، يبقى انا دلوقتي حطيت ان اداه الشرط الا ويفقد جواب الشرط. طب بالنسبه لفعل الشرط فين؟ قال لي فعل الشرط بيكون محذوف، فعل الشرط بيكون محذوف وتقديره يفعل. الاصل والا يفعل يفقد مكانته، الاصل والا يفعل يفقد مكانته، يبقى يفقد هو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف. خلاص كده يا شباب، تقديره ايه؟ تقديره يفعل. طيب من انواع الواو، عندنا واو الجماعه. واو الجماعه بتبقى موجوده في الفعل، بتتعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، زي مثلا ما اقول الطلاب يجتهدون، لو جيت عربت دي واو جماعه، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وعندي كمان واو الجمع، واو الجمع اللي بتبقى موجودة في جمع المذكر السالم، زي مثلا معلم الفصل مخلصون، فهنا بتقول ده مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو، ودي بتقول خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو برضو لأنه جمع مذكر سالم. طب هنا حذف النون ليه؟ للإضافة، عشان الفصل مضاف إليه. طيب وواو الفعل اللي هي بتكون أساسا أصلية في الفعل، زي مثلا لما أقول المؤمن يدعو للخير، فيدعو هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، هي واو أصلية. وواو الفصل أو المفارقة اللي أو الفارقة اللي هي بتفرق ما بين كلمة عمرو وما بين كلمة عمر، يعني ده عمر. تمام، طب عشان أفرق ما بينه وما بين عمرو بحط واو في كلمة عمرو. تمام كده. طيب كلمة ابن، كلمة ابن إذا وقعت ما بين علمين التاني منهما أب للأول، فاهم؟ يعني مثلا عمر ابن الخطاب، معنى كده إن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبو عمر، فاهم؟ يعني التاني أب للأول، أو ما بين علمين وخلاص. أيوه، يعني إيه اللي هيحصل؟ هنا ابن بتشيل منها الألف، أنت عارف إن ابن المفروض تتكتب كده، همزتها همزة وصل، ولكن إذا وقعت ما بين علمين بتكتبها به نون بس، بتشيل الهمزة بتاعتها. تمام؟ طب وإيه كمان؟ وكمان بتتعرب نعت، وكمان بتتعرب نعت. يبقى إذا وقعت ما بين علمين ليها حاجتين، أول حاجة بتشيل منها الألف بتاعتها، الحاجة التانية إنك بتعربها نعت. تمام، همزة الاسم الممدود. لو انت دلوقتي عايز تكتب كلمة بناء مرفوعة، يعني عايز تحط لها مثلا ضمير وتبقى مرفوعة، تبقى بناءنا، يعني لما بتتكتب على، لما بتبقى مرفوعة بتتكتب على واو، الهمزة بتتكتب على واو، بناءنا. طب لما بتبقى منصوبة بتتكتب على السطر، بناءنا. طب لما بتبقى مجرورة على نبرة، بنائنا. وطبعا احنا هناخد دلوقتي الاسم الممدود وازاي نحدد همزته وكل الكلام ده كله، ولكن انا هكتفي دلوقتي بس بالقاعدة الإملائية اللي قدامنا. لما بيكون مرفوعة بكتبها على واو، لما بيكون منصوبة بكتبها على السطر، ولما بيكون مجرورة بكتبها على نبرة. طيب آخر حاجة بقى، كلمة عمرو بكتبها، بسيب الواو في حالة الرفع وفي حالة الجر، يعني مثلا ما أقول مشى عمرو، فعمرو هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، وسبت الواو زي ما هي. سلمت على عمرو، فعمرو هنا برضو اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الكسرة، وسبت الواو زي ما هي. ولكن لما أقول رأيت عمرا حذفت الواو، عمرا هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح، وحذفت الواو. ايه ده؟ طب ما انت هنا ممكن تتلخبطي وتقولي لي ان ده عمر مش عمرو، ليه حذفتي الواو؟ قلت لك علشان عمر اصلا ممنوع من الصرف، يعني مستحيل يتكتب فيها تنوين، يبقى دي اكيد عمرو، يبقى انا بحذف الواو في عمرو في حاله النصب. معنى كده ان انا ممكن اتلخبط ما بينها وما بين عمر، قلت لك لا مش هتتلخبط، لان عمر اصلا ممنوعه من الصرف، يعني بتترفع بالضمه وتجر وتنصب بالكسره، يعني عمر مستحيل يجي فيها تنوين خالص. تمام، يبقى اكيد دي عمرو. تمام، اما كلمه عمر فتمنع من الصرف، اشمعنى؟ لانها علم على وزن فعل. طبعا احنا هناخد الممنوع من الصرف اخر وحده في المنهج وهنفهمه بالتفصيل. طبعا دي الوحده الاولى في النحو من كتاب المدرسه، هتلاقوها صفحه 145، فيها كل الكلام اللي احنا قلناه، وعلى ما اعتقد ان مفيش فيه حاجه زياده اصلا. خلاص، هتلاقوها صفحه 145، شارح اللي هو همزه القطع وهمزه الوصل. تمام، وطبعا قاعده الا والا او الفرق ما بين الا وفرق ما بين الا هتلاقوها في الصفحه اللي هي 147، هتلاقوا الفرق ما بين الا والا.
امام كتاب المدرسه، مش بيفوت حاجه وبيجيب لنا كل حاجه، فعشان يعني تلاقي الملاحظات وتعرف مكانها فين في كتاب المدرسه عشان تطلعها باذن الله سهوله في الامتحان. ايوه الامتحان اوبن بوك، تقدر تطبع الكتاب، تقدر تشتريه من اي حته، تتصرف فيه، تاخده من حد اكبر منك، انت حر عندك، او حتى تنزله نسخه PDF. المهم ان احنا هندخل بكتاب المدرسه ان شاء الله سبحانه وتعالى. كده احنا خلصنا الوحدة الاولى بخير وسلام، ودلوقتي بقى داخلين على الوحدة التانية اللي هي بعنوان الابنية. عندنا الاسماء، عارفين ان في اسم بيكون زي ما هو كده ملوش، مفيش منه فعل، زي مثلا رجل مفيش فعل مثلا اسمه رجلة، غصن مفيش فعل اسمه غصنة، نهر مفيش فعل اسمه نهرة، فده بيكون اسم ذات يعني معرب بذاته كده، هو دايما اسم ما يجيش منه فعل. وفي اسم معنى او اسم مصدر، يعني بيكون كده بس من غير زمن، احنا عارفين ان في فعل ماضي ومضارع وامر، ولكن المصدر لا يدل على زمن، ما تعرفش هو اساسا ماضي ولا مضارع ولا امر. طب بالنسبه للمصادر، عندنا مصدر الفعل الثلاثي سماعي. يعني ايه سماعي؟ يعني ملوش قاعده، انت بتجيبه كده، يعني مثلا زي ايه، صنع صناعه، تجرى تجاره، زرع زراعه، غلا غليان، فاهم؟ مثلا سهل سهوله، صرخ صروخ، صراخ، وهكذا، ماشي؟ يعني بتجيبه سماعي، انت اللي بتجيبه. مصدر الفعل الرباعي هو قياسي، الرباعي والخماسي والسداسي قياسي. يعني ايه قياسي؟ يعني ليهم قاعدة انت تقدر تمشي عليها وتجيبهم. مثلا اول حاجة الفعل الرباعي على وزن افعل، وليكن زي اكرم، اكرم على وزن افعل، تمام؟ لما تيجي تجيب مصدره هيبقى اكرام على وزن افعال، تحفظ مثال واحد وهتقدر تطلع الاوزان وخلاص. اكرم اكرام، اكرم على وزن افعل، يبقى مصدره اكرام على وزن افعال، ويبقى ده اول وزن في الرباعي، تمام؟ ماشي. عندنا ايه؟ طيب بالنسبه لفعل زي ايه، رتب زي قدم، فمصدره بيكون ترتيب على وزن ايه، على وزن تفعيل، تمام؟ مصدره بيكون ترتيب على وزن تفعيل، يبقى لما يكون الفعل على وزن فعل زي رتب، مصدره بيكون على وزن تفعيل زي ايه، زي ترتيب، ماشي؟ طيب او برضو ممكن يكون تفعيل او تفعلة، يعني مثلا احنا عندنا ربى تربية، نمى تنمية، زكى تزكية، فتزكية وتربية وتنمية على وزن تفعلة مش تفعيل، تمام؟ يبقى هو له وزنين، اما تفعيل اما تفعيلة، ماشي يا شباب؟ طيب لو بقى الفعل المضارع على وزن فاعل، تمام؟ زي مثلا ايه، زي خاصمة، زي ناقشة، زي جادلة، ماشي؟ طيب بيكون المصدر بيكون على وزن فعال او مفعل، زي مثلا خاصمة خصام او مخاصمة، جادلة جدال او مجادلة، راقبة رقاب او ايه او مراقبه، يعني مثلا عندي راقبه، عندي ايه مراقبه او رقاب، برضو يعني الاثنين ينفع. طيب لكن المستخدمه مراقبه. طيب انت عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه اقول ان الفعل المضارع اللي على وزن فعل له وزنين، فعال او مفعله، الاثنين صح. زي مثلا حاسبه، عندي حساب ومحاسبه، حساب ومحاسبه. طيب اخر وزن في الرباعي اللي هو الرباعي اللي على وزن فعل، لا زي مثلا ما اقول زلزله، زلزلة أو زلزال، تمام؟ فعللة، فعللة أو فعلال، ماشي؟ فأنا أو مثلا دحرجة، دحرجة أو دحراج، وهكذا. يعني زلزلة اللي هو على وزن فعللة، المصدر بتاعه بيبقى على وزن فعللة أو فعلال، زي مثلا زلزلة أو زلزال. ندخل بقى على الخماسي والسداسي، برضو هي أوزان قياسية، برضو الخماسي والسداسي أوزان قياسية، يعني ليها إيه؟ ليها قاعدة يا شباب. اول حاجه ابتدى بالخماسي اللي على وزن افتعل، زي اشتد، خد بالك ان الدال هنا مشدده، فالمصدر بيكون على وزن افتعال زي اشتداد. طيب انفعل ده على وزن ايه، انصرف على وزن انفعل، فمصدره انصراف على وزن انفعال، برضو ده خماسي. طيب عندي مثلا فعل تقدم على وزن تفعل، ده خماسي الدال مشدده، يبقى مصدره ايه، تقدم على وزن تفعل، تمام؟ طيب تفاعل فعل خماسي على وزن تفاعل، زي تفاهم، تمام؟ ده خماسي. طيب لما اجي اجيب مصدره تفاهم على وزن تفاعل، تمام؟ طيب عندي برضو ده خماسي على وزن تفاعل، بس ايه اخره يه، يعني مثلا ما اقول تفانى، تفانى الف لينه اهي، ده خماسي. طب عايز اجيب مصدره يبقى تفاني، بدل ما النون مفتوحه بتخليها مكسوره، تمام؟ تفانى تفاني، وهكذا. طيب استفعل، كده انا دخلت في السداسي بقى، كده انا دخلت في السداسي، استفعل استفعال زي استغفر استغفار. طيب
عندي برضو استقامة، استقامة هنا المصدر على وزن استفعلة، تمام؟ طيب لو الفعل على وزن فعلله زي اشمئزة، اشمئزاز، تمام؟ اشمئزة، اشمئزاز، فهنا المصدر على وزن افعلال. المصدر المؤول كده، انا خلصت المصدر الخماسي والمصدر السداسي، داخل على مين؟ داخل على المصدر المؤول. بس قبل ما ادخل على المصدر المؤول عايزه اقول حاجه بسيطه. احنا عارفين ان السداسي غالبا بيبتدي باست، بس مش اي فعل يبتدي باست يبقى سداسي. طب اديني مثال. عندي فعل زي فعل استمع، استمع ده اهو مصدره استماع، ايوه، بس هو مش سداسي. يعني ايه بقى؟ ما هو بادئ باست اهو. اقول لك لو جيت تكشف عن استمع هتلاقيها سمعة. عايزه تقولي لي ايه؟ عايزه اقول لك ان السين حرف اصلي في الكلمه، السين حرف اصلي في الكلمه. طالما السين حرف اصلي في الكلمه يبقى استماع ده اهو مصدر خماسي مش سداسي. واضح الكلام؟ اتمنى تكونوا فهمتوها. استمع بادئ باست، بس مع كده هو مش سداسي، هو خماسي. اشمعنى؟ لان السين لما جيت كشفت في المعجم حرف اصلي في الفعل. خلاص كده يا شباب، اتمنى تكون وضحت. ندخل بقى على المصدر المؤول. المصدر المؤول له ثلاث حالات: ان والفعل المضارع، ما والفعل الماضي، وان واسمها وخبرها. المصدر المؤول ثلاث حالات: ان فعل مضارع، ما فعل ماضي، ان واسمها وخبرها. طيب أن اللي هي يعني من الحروف الناسخة واسمها وخبر. طيب أول حاجة أن والفعل، زي مثلا أريد أن أقابلك، ممكن أشيل أن أقابلك وأقول أريد مقابلتك. طب لما تيجي تعرب مقابلتك هتقول مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. يعني أنا أقصد إن أنا أقول لك إنك تقدر تشيل المصدر المؤول ده وتحط مصدر صريح. يعني تقدر تشيل أن أقابلك وتقول مقابلتك، فأريد مقابلتك. طب لما تيجي تعرب مقابلتك مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، صح؟ تمام. يبقى يبقى تقدر تعرب جملة أن أقابلك ده في محل نصب مفعول به. أما طبعا بتقول أن عادي أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، أقابل فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة عادي، ولكن بتقول الجملة كلها في محل نصب مفعول به. تمام. طب ما والفعل الماضي؟ عندي مثلا يسرني ما عملت، يعني يسرني عملك، مين اللي فرحني؟ عملك، يبقى عملك ده فاعل، يبقى انا شلت المصدر المؤول وحطيت مصدر صريح. عملك فاعل، يبقى جمله ما عملت في محل رفع فاعل. ان واسمها وخبرها، زي مثلا قررنا اننا سنقاتل او قررنا القتال وخلاص. طيب القتال هنا هيبقى ايه؟ قررنا القتال، يبقى القتال مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتح. يبقى ان واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به. وضحت يا شباب؟ طيب المصدر المؤول بيتعرب اعراب المصدر الصريح. تمام. ندخل بقى على المصدر الميمي. المصدر الميمي هو مبدوء بميم زائده لغير المفعل، زي مثلا بيبقى له وزنين، مفعل ومفعل، يعني بفتح العين او بكسر العين. يعني مثلا عندك ايه؟ قاعده، مقعد، دي على وزن مفعل. وقع، موقع، دي على وزن مفعل. تمام. ده بالنسبه للثلاثي. اما بقى من غير الثلاثي بيبقى ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، زي مثلا عندي كلمه ايه؟ منطلق. تمام. انطلق، منطلق. طيب اسم المره، اسم المره بيدل انك عملت الفعل ده مره واحده. تمام. ماشي. بيجي من الثلاثي على وزن فعله، بيجي من الثلاثي على وزن فعله. بتقول اكل اكله، ضرب ضربه، وهكذا. فهمني؟ طيب ده من الثلاثي. طب بالنسبه بقى لغير الثلاثي بتجيب المصدر وتحط له ت مربوطه، يعني انطلق مصدره ايه؟ مصدره انطلاق، وحط له ت مربوطه تبقى انطلاقه، هو ده اسم المره. طب افترضي ان المصدر يتشابه مع اسم المره، يعني عايزه تقولي ايه؟ يعني مثلا 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 انت عندك فعل زي فعل راقبه، فعل زي فعل راقبه، لما تيجي تجيبي مصدره هتلاقيه مراقبة، يعني في ته مربوطة، مصدره في ته مربوطة. فلما اجي اجيب اسم المرة احط له كمان ته مربوطة ولا اعمل ايه؟ قلت له لا، لما تيجي تجيب اسم المرة حط بس بعد كلمة مراقبة حط كلمة واحدة، يعني اكتب واحدة بعد مراقبة، كده بقى اسم مرة. فهمت حاجة؟ طيب بس كده، ده بالنسبة لاسم المرة. طب بالنسبة بقى لاسم الهيئة، اسم الهيئة هو مصدر يدل على هيئة الفعل لما بيحصل. يعني مثلا لما أقول من جلسة،
يعني هو من الثلاثي بيبقى على وزن فعلة، زي جلسة جلسة، مشى مشية. يعني ايه؟ بيبقى على وزن فعلة بكسر الفاء، تمام؟ بيبقى على وزن فعلة بكسر الفاء. طيب بالنسبة بقى للمصدر الصناعي، المصدر الصناعي بيبقى اخره ياء مشددة تليها ت مربوطة، ولكن احذر، المصدر الصناعي لا يجوز ان يعرب نعت، ما يتعربش نعت ابدا، لو اتعرب نعت يبقى اسم منسوب مش مصدر صناعي. زي مثلا من الانسانيه عون الضعيف، ادي الانسانيه هي عباره عن ايه؟ انسانيه هي عباره عن كلمه انسان وهتضيف لها ليه وتضيف ت مربوطه، صح؟ طالما يه وت مربوطه خلينا اكتبها يه مشدده، خلينا اكتبها بالشكل ده، ادي انسان، ودي يه مشدده وتاء مربوطه، طالما لو حذفتهم هيديك مصدر الكلمه او اصل الكلمه، يبقى معنى دي انها صناعي. بس خد بالك ما ينفعش تتعرب نعت، ما ينفعش تتعرب نعت، واوعى تتلخبط ما بين المصدر الصناعي والرباعي، اوعى تتلخبط ما بين المصدر الصناعي والمصدر الرباعي اللي هو زي تربية وتنمية وكده. احنا عارفين ان المصدر ان الرباعي في منه على وزن فعلة، زي مثلا ربى، صح؟ ربى على وزن فعل، فلما انت تيجي تجيب المصدر هتلاقيه تربية على وزن تفعيلة. اوعى بقى تقول لي تربية منتهية بيه وته يبقى هي مصدر صناعي، لا، تربية مصدر رباعي، ما تنساش الكلام ده، وتنمية وتزكية، وطبعا عندك حاجات كتير من الشكل ده، تمام؟ طبعا دلوقتي هنبتدي نتكلم عن المشتقات، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، وهكذا. اسم الفاعل يدل على من وقع منه الفعل، مين اللي عمل الكلام ده؟ من الفعل الثلاثي بيبقى على وزن فاعل، تمام؟ زي كاتب على وزن فاعل، تمام؟ كاتب على وزن فاعل، يبقى من الفعل الثلاثي بيكون على وزن فاعل. طب من غير الثلاثي، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، زي مثلا ما أقول مقاتل، قاتل، فده رباعي اهو. طب انا عايزه اجيب اسم الفاعل، حط له ميم مضمومه واكسر ما قبل الاخر، تبقى مقاتل، استخرج، مستخرج، تمام؟ طيب واسم الفاعل بيعمل عمل فعله، يعني اللي يجي بعده لا اما فاعل، لا اما يتعرب فاعل، لا اما يتعرب مفعول به. يعني مثلا يعني مستخرج البترول، فأنا عندي البترول هنا هتبقى ايه؟ هتبقى مفعول به، تمام؟ مفعول به منصوب علامة النصب الفتح. طب فين الفاعل حضرتك؟ ضمير مستتر تقديره هو، تمام؟ يبقى مستخرج البترول، مستخرج دي اعتبرها فعل، اللي هو فعل يستخرج، يستخرج هو البترول، يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والبترول مفعول به منصوب، يبقى اسم الفاعل لا اما يجي بعده مفعول به، لا اما يجي بعده فاعل، او يجي بعده الاثنين عادي زي الجمله دي مثلا. طيب صيغه المبالغه، صيغه المبالغه هي شبه اسم الفاعل بالظبط، يعني ممكن يجي بعدها فاعل وممكن يجي بعدها مفعول، ولكن اوزانها بس هي اللي بتختلف عن اسم الفاعل، اوزان صيغه المبالغه بس هي اللي بتختلف. صيغه المبالغه تستعمل عند قصد المبالغه واوزانها، عايز تعظم الحاجة أو تكبرها أو تديها أكتر من حقها، بيبقى ليها 5 أوزان. طبعا هقول لكم أوزان بتاعت صيغة المبالغ، اللي هي إيه؟ فعل، فعول، فعيل، فعال، مفعال، فهم 5 يعني، تمام؟ أدي إيه؟ فعل، فعول، فعيل، فعال، مفعال، ماشي. فعيل على مثلا زي رحيم، تمام؟ فعول دؤوب، فاعل حذر أو فطن، مفعال معطاء، فعال زي سباق، تمام؟ المهم إن هي 5 أوزان، فاعل، فعول، فعيل، فعال، مفعال، ما تنساهوش يعني. طيب عمل اسم الفعل وصيغة المبالغة واحد أهو، بيرفع فعل وبينصب مفعول، بس ليهم شروط، اللي هي بشرط أن يكون محلى بأل، يعني مثلا لا أحب الخائن وطن، في ألف ولام يبقى تمام، اسم فاعل عامل، يبقى وطنه، الخائن هو وطن، يبقى وطن مفعول به منصوب علامة النصب الفتح، تمام؟ طيب ويكون دالا على الحال أو الاستقبال، يعني ما ينفعش يكون في كلمة الآن مثلا يا شباب، يعني مثلا ما أقول لا أحب الخائن وطنه الآن، هنا يبقى الخائن مش اسم فاعل عامل، مش اسم فاعل عامل خالص، يعني مثلا هنا هتقول الخائن وطنه مش هتتعرب مفعول به، يعني اقصد يعني مش هيبقى اسم فاعل عامل،
وطن هتبقى مضاف إليه عادي. يعني لو أنا حطيت مثلا كلمة الآن كده فقط شرط من شروطه، هو هنا مش دال على الحال والاستقبال، طالما مش دال على الحال والاستقبال خلاص مش هتتعرب مفعول به، هتتعرب مضاف إليه. فهمت؟ يبقى عندي شرطين، لازم يكون في ألف ولام، والحاجة التانية إنه يكون دالا على الحال والاستقبال. طيب، ويعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ، يكون قبله نفي أو استفهام أو مبتدأ. يعني هنا مثلا قبله نفي لا أحب، تمام، أو استفهام أو مبتدأ بغض النظر بقى، أو موصوف، وإذا كان حالا أو منادى يدل على الحال والاستقبال. عندي مثلا الفلاح حارث ثوره الأرض، تمام، الفلاح حارث ثوره الأرض، تمام، ماشي. طبعا عندي ثوره فاعل والأرض مفعول به منصوب علامة النصب الفتح، هنا دال على الحال والاستقبال. ومش بس كده، كمان يعتمد على مبتدأ، يعني اعتمد على مبتدأ ليه؟ لأن قبله مبتدأ أنت تعربه، مش الفلاح مبتدأ وحارس خبر، يبقى هي هنا ليه اسم فاعل عامل؟ لأنه اعتمد على مبتدأ. فهمتها كده؟ تمام. نيجي بقى لاسم المفعول. اسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل المفعول به يعني. طيب، هو من الثلاثي بيبقى على وزن مفعول، ولكن لما تيجي تجيب فعله بتخليه مبني للمجهول. يعني كتب، هو اصلها كتب، ولكن انا بخليها مبني للمجهول، بتكون كتب. طيب بالنسبه للمفعول بيكون على اللي هو يعني اسم المفعول بيكون على وزن مفعول، كتب مكتوب. يعني انا ما ينفعش انطقها كتب، المفروض كتب، لان فعله بيكون مبني للمجهول. ماشي؟ طيب، قيل مقول. طب بقى من غير الثلاثي، من غير الثلاثي بيبقى ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. يعني مثلا عندك اغلقه، هو كده رباعي، رباعي. طيب انا عايزه اسم المفعول منه، خليها ايه؟ مغلق، ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. اسم المفعول بيجي بعده نائب فاعل، اسم المفعول بيجي بعده نائب فاعل وينصب مفعول به، بس برضه له شروط. ايه هي؟ ان يكون في الف ولام، يعمل في كل الازمنه. يعني مثلا عندك مثال الجهات المستكشفه ثروتها كثيره، ثروتها المستكشفه هنا اسم مفعول وفيها الف ولام واعتمدت على مبتدا، يبقى ثروتها نائب فاعل مرفوع علامه رفع الضم، تمام. او يكون مجردا من ال، ممكن عادي ما يبقاش في الف ولام ولكن يدل على الحال والاستقبال، ماشي، برضو ما يبقاش في نفس الشروط يعني، ويعتمد على نفي او استفهام او مبتدا او كده، ويكون موصوف او حال او منادى، كل الكلام ده تمام ولسه قاريينه في اسم الفعل. بالنسبه بقى لاسم التفضيل، هو اسم على وزن افعل ويدل على ان شيئين اشتركوا في نفس الصفه ولكن في واحد فيهم زياده عن التاني. بجيبه من الفعل الثلاثي، لازم الفعل يكون ثلاثي، لازم يكون تام، ما ينفعش ناقص، كان واخواتها ما تنفعنيش، لازم يكون متصرف، ما ينفعش جامد زي عسى وبئس وليس، لا ما ينفعوش، لازم يكون مثبت، ما ينفعش يكون منفي، لازم يكون مبني للمعلوم، ما ينفعش يكون مبني للمجهول. ليس الوصف منه على وزن افعل اللي مؤنثه ايه؟ فعلاء، زي مثلا حمرا، حمرا، حمراء، حمراء، ما ينفعوش. ليه؟ لانه مؤنثه على وزن فعلاء. خضرة، خضراء، برضو ما ينفعنيش، تمام. ليه؟ لان مؤنثه على وزن فعلاء. يعني دول ما اقدرش اجيب منهم اسم التفضيل بصيغه مباشره، لازم اجيب واحد مستوفي للشروط وبعد كده احط. يعني مثلا ما ينفعش اقول خضرة خضراء واجي مثلا اجيب اسم التفضيل اقول اخضر، لا طبعا. ليه؟ لان هنا الوزن منه على وزن فعلاء، فدي ما تنفعش. زي وحمرة، حمراء، وكل الالوان بقى، امال بتعملي ايه حضرتك؟ بجيب اسم تفضيل مستوفي للشروط، زي مثلا اشد، عندي فعل شد مستوفي للشروط ثلاثي وكل حاجه، فجبت اسم التفضيل بتاعه اشد، واجيب المصدر بتاع خضره تبقى اشد خضره، وتقارن بقى ما بين اي حاجتين انت عاوزهم، تمام. طبعا مديك مثال، قال لك ايه؟ الشمس اكبر من الارض. إذا كان الفعل غير مستوفي لهذه الشروط، يعني ده مثال يعني على اسم التفضيل. طب لو هو بقى مش مستوفي للشروط يا ستي، بيذكر مصدره بعد أشد زي ما احنا لسه قايلين، وشبه الأهرام أكثر ارتفاع من المنازل. أنا عندي ارتفع، ارتفع خماسي، تمام، ماشي، يعني مش ثلاثي، يعني فقط شرط من الشروط، هو خماسي يعني فقط شرط من الشروط. انا بقول لك اسم التفضيل لازم يكون الفعل فيه ثلاثي، لو انا جايبه لك خماسي هتعمل ايه؟ هتقطعه يعني؟ قال لي لا،
أتيله أشد، وبعد كده هاتي المصدر من ارتفع، ارتفاعا تبقى أكثر ارتفاعا، مش شرط طبعا أشد، أي حاجة مستوفية للشروط، أكثر أشد أفضل أي حاجة. حالات اسم التفضيل هو له أربعة، لو هو مفهوش ألف ولام ومش جاي بعده مضاف إليه يلزم الإفراد والتذكير، يعني لازم يبقى شبه اللي قبله، لازم عفوا دايما مفرد ودايما مذكر. يعني مثلا عندي الطائرة أسرع من القطار، هنا اسم التفضيل لا في ألف ولام ولا جاي بعده مضاف إليه، فعشان كده جاي في صورة المفرد المذكر. تمام، معرف بقال إن يكون في ألف ولام لازم يطابق اللي قبله، وما بذكرش المفضل عليه، يعني ما بذكرش حاجة بعده، يعني انتوا فاهمين. بصوا، أسلوب التفضيل بيتكون من ايه؟ من المفضل، ومن طبعا اسم التفضيل اكيد، وبعد كده المفضل عليه. يعني مثلا لما اقول علي افضل من محمد، فانا كده بفضل علي على محمد، تمام؟ فالمفضل عليه هو محمد. لو في الحالة اللي هي معرف بقال ما بجيبش المفضل عليه، الحالة اللي هي معرف بقال ما بجيبش المفضل عليه، يعني مثلا ما اقول علي الافضل، يبقى المعرف بقال لازم يكون اسم التفضيل يطابق اللي قبله. يعني ايه؟ يعني علي مفرد مذكر، الافضل برضو لازم يكون مفرد مذكر، تمام، وما يجيش المفضل عليه. او مثلا منى، بس بقى مش هقول منى الافضل، لا ده انا هقول منى الفضلة. اشمعنى حضرتك يعني منى الفضلة ليه؟ اقول لك عشان منى مفرد مؤنث، يبقى الفضلة كمان مفرد مؤنث، يبقى المعرب بقال لازم يكون يطابق اللي قبله في العدد والنوع. تمام يا شباب. طيب طبعا جاب لك مثال الاخت الكبرى ذكيه، مضاف الى نكره، دي الحاله الثالثه، دي لازم برضو يبقى مفرد ومذكر، لازم يكون مفرد ومذكر على ان يطابق المضاف اليه المفضل. طيب يعني مثلا ما اقول الكتب افضل اصدقاء، فهنا افضل يجب افراده وتذكيره، يعني افضل هنا مفرد مذكر عادي ما جمعتهاش. يعني مثلا ما اقولش الكتب افاضل اصدقاء، لا، طالما هو مضاف الى نكره يعني جاي بعده مضاف اليه نكره، ماشي، اللي هي كلمه اصدقاء، اذا عادي يلزم الافراد والتذكير، يعني لازم يكون مفرد مذكر. طيب رابع حاجه بقى اللي هو مضاف الى معرفه، يعني جاي بعده مضاف اليه بس في الف ولام، يعني مثلا دي بقى ليك حقين، لا إما يلزم الإفراد والتذكير لا إما الطبق. يعني مثلا عندك أنتما أفضل الناس، أنتما أفضل الناس، فأنت عندك إيه؟ عندك أفضل جت مفرد مذكر مع إن أنتما مؤنث، عادي مش جاي بعده مضاف إليه في ألف ولام، قلت لك أه، قال لي تمام، يبقى هنا أنت عملتيه إفراد وتذكير، يعني عملتيه مفرد مذكر، قلت لك ايوه. ينفع حاله كمان، ينفع تقدري تقولي انتما فضل الناس، عملت ايه هنا؟ مش انتما مثنى، عملت فضل كمان، عفوا انتما مش ان ماشي، يعني لو بتتكلم على بنتين هتبقى انتما فضل الناس، لكن لو بتتكلم عن ولدين هتقول أنتما أفضل، ماشي، لو بتتكلم عن ولدين هتقول أنتما أفضل الناس، فتبقى طالما أنتما مثنى أفضل برضو جت مثنى، ماشي. طيب يعني لو جاي بعد اسم التفضيل مضاف إليه في ألف ولام، هنا عندك حالتين، لإما إفراد وتذكير لإما المطابقة مع اللي قبله. وممكن خد بالك أنتما دي تكون بتكلم بنتين، فأنت عارف إن أفضل مؤنثها فضلة، لما تيجي تجيب بقى المثنى بتاع أفضل هتقول أفضلة، هي المفروض أفضلان يعني، ولما تيجي تجيب المثنى بتاع فضلة المفروض فضليان، ولكن النون هنا أنا حذفتها للإضافة يعني، تمام. فلو بتكلم ولدين هتقول أنتما أفضل الناس، طب لو بتكلم بنتين هتقول أنتما برضو ولكن فضليا الناس، هتحذف النون عشان الإضافة، تمام؟
آخر حاجة بقى يا شباب، الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة. الاسم المقصور، الاسم المقصور هو بيبقى آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، اللي احنا كنا بنسماه واحنا صغيرين الألف اللينة، تمام؟ عندك مثلا عصا، مستشفى، هدى، فدي اسمها ألف إيه؟ لينة يعني. طيب في تالتة يعني في الألف بتاعته بتبقى تالتة، بنرجعها تاني لأصلها، يعني لما تيجي هو عصا عبارة عن عين وصاد وألف، فالألف دي ترتيبها رقم تلاتة، هدى نفس النظام، تمام؟ فهنا بقى ايه اللي بيحصل حضرتك؟ بترجعها لاصلها، يعني اصلها دايما لا اما واو لا اما ياء، يعني عصا بتكشف عنها في عصا، فترجع اصلها واو وتزود لها بقى، لو عايز تثنيها تقول الف ونون، لو عايز تجمعها جمع مؤنث سالم تقول الف وتاء. هدى بتكشف عنها في هدايا، يعني هي اصلها يه اصلا، فلا اما بتزود لها الف ونون، لان لو مثنى تزود لها الف ونون، لو جمع مؤنث سالم زود لها الف وتاء. طيب بالنسبة بقى لو الألف رابعة، يعني هي جاية رقم أربعة أصلا، زي مثلا مستشفى، فأنت هتلاقي الألف رابعة في أكثر، يعني شوف هنا الألف رقم كام بقى، عد حروف الكلمة هتلاقيها، المهم إنها معدية يعني الأربعة في أكثر كمان. فالمهم بتقلبها يه، يعني هي لو رابعة في أكثر ما بترجعهاش بقى واو ولا ياء ولا تشوف إيه الأصل ولا الكلام ده كله، لأ هو دايما تقلبها يه على طول، وتحط بقى ألف ونون في المثنى وألف وته في الجمع. احفظ مثال برضو وهتفتكر كل القواعد دي عشان ما تتلخبطش ولا حاجه، والامتحان اوبن بوك وكله تمام يعني. تمام. لما تيجي بقى تجمعه جمع مذكر سالم، لما تيجي تجمعه جمع مذكر سالم بتشيل الالف اصلا، تمام؟ يعني مثلا عندك كلمه مصطفى، بتشيل الالف وتفتح الفه بس، تبقى وتحط الواو والنون تبقى مصطفون. طب لو عايز اكسرها مصطفين، يبقى الالف في جمع المذكر السالم بتتحذف اصلا. نيجي بقى للاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو اسم معرب اخره يه لازمه، يه يه بقى، زي القاضي، الساعي، الداعي، تمام؟ يه يه. طب امتى بحذف اليه؟ لما تكون نكره مرفوعه او مجروره. مرفوعه يعني تتعرب مبتدا او خبر مرفوع، او مجروره اسم مجرور مضاف اليه مجرور، هنا تحذف الياء، تمام؟ طب ارجعها امتى حضرتك؟ ارجع الياء امتى؟ ارجع الياء لما تكون الكلمه فيها الف ولام، او لما يكون وراها مضاف اليه. وضحت كده؟ طيب هو طبعا قال لك قاض، لما جه ثناها رجع اليه خلاها قاضيان، ولما جه جمعها برضو رجع اليه وحط الف وتاء، وكذلك ساعي وكذلك داعي. طب لما اجي اجمعه جمع مذكر سالم، قال لك برضو بتحذف الياء، برضو بتحذف الياء وتكسر طبعا اللي قبلها، وتحط بقى الواو والنون تبقى المحامون. يبقى انا هنا بحذف الالف وهنا بحذف الياء لما باجي اجمع جمع مذكر سالم. اخر حاجه بقى الاسم الايه، الاسم الممدود. الاسم الممدود هو اسم معرب اخره همزه، همزه قبلها الف زائده. مثلا عندك كلمه زي كلمه انشاء، عندك الالف ده هي زائده ماشي، واخرها وبعدها همزه، يعني ايه زائده؟ انت لما تيجي تكشف عن كلمة انشاء هتكشف عنها في نشأة، صح؟ يعني زائدة يا شباب، يعني قبلها تقريبا بيبقى فيه 3 حروف كده، بيبقى فيه 3 حروف غالبا، اقل حاجة 3 حروف يعني، اما طبعا لو حرفين او كده، يعني مثلا عندك كلمة زي كلمة ماء، دي مش من ضمن الاسماء الممدودة، اشمعنى؟ لان الالف قبلها حرف واحد، يعني مش زائدة، ما تنفعش. ماشي؟ طب يبقى تاني، يبقى هو اسم معرب اخره همزه قبلها الف زائده. لما اجي اسنيه او اجمعه جمع سالم، شفت بقى؟ تعالى معايا. اول حاجه الهمزه بتبقى اصليه، يعني ايه اصليه؟ يعني لما تيجي ترجع الكلمه وتكشف عنها في المعجم بتلاقي الهمزه. يعني مثلا عندك انشاء، لما تيجي تكشف عنها في المعجم نشأة. ايه ده الهمزه موجوده في المعجم؟ ايوه، يبقى هي همزه اصليه. طب لما اجي حضرتك بقى اسنيه او اجمعه، مالكش دعوه، سيب الهمزه زي ما هي، ما تجيش لميتها، وحط بقى العلامات بتاعتك ألف ونون أو ألف وتاء زي ما أنت عاوز. طيب وفي همزة زائدة للتأنيث، يعني إيه زائدة للتأنيث؟ يعني لما تيجي تكشف عن أصل الكلمة في المعجم ما بتلاقيش فيها همزة أصلا. عندك مثلا كلمة زي كلمة خضراء، لما تيجي تكشف عنها في المعجم فخضرة، إيه ده فين الهمزة؟ مفيش حضرتك، معنى كده إن هي زائدة للتأنيث، يعني عشان تبين إن الكلمة مؤنث. أيوه، طب أعمل إيه في الحالة دي؟ لما أجي أسنيها أو أجمعها أقلبها واو، تبقى خضراء، شيل الهمزة وحط واو، وبعد كده حط العلامات بتاعتك ألف ونون أو ألف وتاء. طيب
لو هي بقى منقلبة عن أصل، يعني إيه منقلبة عن أصل؟ يعني أصلها لا واو لا ياء. يعني مثلا عندك كلمة زي كلمة سماء، هتيجي تكشف عنها في المعجم في سماوة، إيه ده؟ ده الهمزة منقلبة عن أصل اللي هو الواو. تمام، هنا عندك حالتين، لا إما تسيب الهمزة زي ما هي وتحط العلامات بتاعتك، لا إما تقلبها واو أو ياء على حسب أصلها إيه وبرضه تحط العلامات بتاعتك. يعني مثلا عندي سماء زي ما انا جبت لك مثال اهو، ممكن تسيبها، تسيب الهمزة زي ما هي وتحط ألف وتاء، أو تحول الهمزة واو وتحط ألف وتاء. طيب عندك كلمة بناء، كلمة بناء جاية من البناء، هنا على حسب طالما هو حولها لي الواو يبقى هي بنكشف عنها في بنوة، بناء بنكشف عنها في بنوة. تمام ماشي، اللي هو جاي من اللي بيبني يعني. المهم بنكشف عنها في بنوة، فرجعها لك اهي الهمزة، الهمزة حط قلبها لك واو وحط لك علامات الجمع واو ونون، او سابها لك همزة زي ما هي. لا معلش طبعا عذرا ما خدش بالي، هما هنا كلمتين مختلفين. يعني مثلا عندك الاولى دي اسمها كلمة بناء، النون مشددة، والكلمة التانية دي اللي هي كلمة بناء. فلما تيجي تقول بناء هي اصلها واو، يعني الهمزة ده اهي بنكشف عنها ببنوة فهي اصلها واو، فلا اما تسيب الهمزة زي ما هي وتحط واو ونون عادي، لا اما تحول الهمزة واو وبرضه تحط واو ونون، يبقى ايه؟ بناؤون او بناوون. طب بالنسبة لكلمة بناء برضه بكشف عنها ببنوة. طيب يبقى لا اما اسيب الهمزة زي ما هي بناءً، لا اما اقلبها واو تبقى بناوان. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف الملاحظة بتاعته دي بيقول ايه. بيقول بحذف اليه من الاسم المنقوص لو كانت نكرة مرفوعة او مجرورة. هذا انسان ساع الى الخير، هذا مبتدأ، انسان مضاف اليه، ساع خبر. تمام، هنا حذفت الياء لانها نكرة ايه؟ نكرة مرفوعة. تمام، لانها نكرة مرفوعة. طبعا احنا عارفين ان جاز تعدد الخبر، فده عندي خبر تاني مفيش اي اشكال، فعشان هنا نكرة مرفوعة فحذف لك الايه؟ حذف لك الياء بتاعتها. طيب إننا بحاجة إلى قاض، إلى حرف جر، وقاض اسم مجرور برضه حذف الياء لأنها نكرة مجرورة. تمام، نكرة يعني لا فيها ألف ولام ولا جاي بعدها مضاف إليه، ومجرورة لأنها تتعرب باسم مجرور. وتبقى الياء في حالة النصب، زي مثلا ما أقول شاهدت قاضيا عادلا، قاضيا هنا مفعول به منصوب، يبقى رجعت الياء تاني زي ما هي، ولو فيها ألف ولام برضه بسيب الياء. تمام، قاضي، القاضي بالحكم، نطق القاضي بالحكم، عشان القاضي فيها ألف ولام سبت الياء. ولو القاضي بعد مضاف اليه، المدينه هنا تتعلم مضاف اليه، قاضي المدينه، فالمدينه مضاف اليه فرجعت برضو ليه، يبقى انا بشيل اليه في حالتين، بشيل اليه في حالتين اللي هي الرفع الرفع والجر، وبسيبها في ثلاث حاجات، لما يكون منصوبه، لما يكون فيها الف ولام، لما يجي بعدها مضاف اليه. خلاص كده، دي طبعا الوحده الثانيه اللي هي الابنيه في كتاب المدرسه، هتلاقوها صفحه 152 في كتاب المدرسه. تمام، طيب انا بس عايزه اضيف بس شويه ملاحظات كده، وبعد كده تمام. عندنا في افعال دايما مبنيه للمجهول وبيجي بعدها فاعل. انت بتقولي لي ان الفعل مبني للمجهول بمناسبه اسم المفعول، انا عارفه ان اسم المفعول بيبقى جاي من فعل مبني للمجهول، واللي بيتعرب بعده ايه؟ نائب فاعل. ولكن لا، في افعال مبنيه للمجهول ولكن اللي بيجي بعدها فاعل مش نائب فاعل. ايه ده؟ ازاي ده؟ ان شاء الله. عندنا مثلا أفعال هي صيغتها مبنية للمجهول ولكن اللي بيجي بعدها فاعل مش نائب فاعل، زي جن الرجل. جن هو فعل أهو، أول ما تشوفه تقول ده مبني للمجهول، ولكن الرجل فاعل مش نائب فاعل. وهكذا غم الهلال، غم الهلال يعني اختفى، اختفى وراء السحب أو كده، برضو الهلال فاعل. ثلج فؤاده، أي ذهب عنه الحزن والخوف، فؤاده هنا فاعل. فلج الرجل، فلج الرجل أي أصيب بالشلل، ربنا يعافينا جميعا، الرجل هنا برضو فاعل. انتقع الرجل، انتقع يعني جاي من الحزن، يعني هو اتغمس في الأحزان أو كده، برضو الرجل فاعل. أو امتقع، امتقع بالميم يعني تغير لونه، برضو اللي بيجي بعدها فاعل. حمى، أصاب بالحمى، برضو اللي بيجي بعدها فاعل. سلة يعني عنده مرض السل، برضو اللي بيجي بعده فاعل. غمي، أغمى عليه، برضو اللي بيجي بعدها فاعل. شده، شده أي تحير، برضو اللي بيجي بعدها فاعل. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن كل دي أفعال مبنية للمجهول ولكن اللي بيجي بعدها فاعل مش نائب فاعل. تمام؟ دي حاجة.
الحاجة التانية بقى أفعال الموت بيجي بعدها على طول نائب فعل. أفعال الموت بيجي بعدها على طول نائب فعل، يعني أنا ما أقولش توفى الرجل كذا، إيه حضرتك هو اللي موت نفسه؟ هو مين اللي موته؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت قلت توفى فلان معنى كده إن فلان ده هو اللي مات، يعني هو اللي انتحر، يعني هو اللي قتل نفسه. ولكن المفروض أو لازم تبنيها للمجهول. إشمعنى؟ لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فلو رجل مات مش هو، يعني انت لو قلت توفى الرجل لو بنيته للمعلوم ده معناه ان هو اللي موت نفسه. طب هو ما موتش نفسه ولا حاجه، يبقى معنى كده انك لازم تبنيها للمجهول. زي مثلا لما اقول توفي الرجل، واخد بالك؟ توفي هنا مبني للمجهول، يبقى الرجل نائب فاعل. طب مين الفاعل؟ لفظ الجلاله الله سبحانه وتعالى. احتضر الرجل، استشهد الرجل، تمام؟ كل دي نائب فاعل، لان مين اللي اخذ الروح؟ صاحب الروح اللي هو المولى سبحانه وتعالى. دي طبعا حاجه كده اللي هو ايه، افعل فهي مؤنثها فعلى. لما اجي اثنيها تبقى افعلان. طيب عايزه اثنيها برضو بس تبقى منصوبه يعني او مجروره تبقى افعلين. لما تبقى جمع افاعل، فعلى بقى جمعتها، يعني مثلا لما تيجي تعملها مثنى تبقى فعليان، لما تيجي تعملها مثنى برضو بس منصوب او مجرور تبقى فعليين، لما تبقى جمع تبقى فعليات. احنا اتفقنا ان اسم التفضيل بيجي بعده تمييز، يعني مثلا اقول ايه اكثر انتشارا كل ده، ولكن مش دايما اسم التفضيل بيجي بعده تمييز. ممكن اسم التفضيل يجي بعده مضاف اليه عادي خالص. طب افرق بقى ازاي حضرتك؟ عندك خد الجملتين دول، والجملتين دول انا كنت جايباهم او سمعتهم من الاستاذ عبد الله السخاوي، فانتوا ممكن تبحثوا عن قناته، هي حلوه وان شاء الله تلاقوا في حاجات تفكوا يعني. المهم اللي بعد اسم التفضيل ممكن يبقى تمييز وممكن يبقى مضاف اليه. مثلا يعني عندي مصر اعظم شانا، لو سمحت شيل لي كلمه اعظم كده، هتبقى مصر شانا، هل ينفع؟ لا، معنى كده ان شانا تمييز. يبقى تاني، امتى اعرف تمييز؟ امتى اعرف تمييز؟ لو شلت اسم التفضيل والجمله ما مشيتش اذا خلاص تمييز. طب لو شلت اسم التفضيل والجمله مشيت عادي خلاص، يبقى اللي بعده يتعرب مضاف اليه. زي مثلا ما اقول مصر اعظم دوله، احذف كده اعظم هتبقى مصر دوله، ايه ده تنفع؟ تمام قوي قوي، يبقى معنى كده ان دوله مضاف اليه. هقول تاني يا شباب، دلوقتي اللي بعد اسم التفضيل ممكن يكون تمييز او مضاف اليه. عندي مصر اعظم شانا، احذف اعظم، مصر شانا تنفع؟ لا، يبقى شانا تمييز. مصر اعظم دوله، احذف اعظم، مصر دوله تنفع؟ يبقى دوله مضاف اليه. بس كده طريقه حلوه عشان تفرق. طبعا زي ما قلت لكم اللي وحده الابنيه دي هتلاقوها صفحه 152، وان شاء الله يعني هتلاقوها في كتاب المدرسه، يعني صفحه 152. اتمنى يكون الاختصار عجبكم. لو عايزين نستمر يا ريت تكتبوا كومنت في الموضوع، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم تعليق او عايزين حاجة تتشرح يا ريت تسيبوها في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.